السلام عليكم خوتاتي خياتي. اليوم انا رايحين ان شاء الله تحويسه بالطبيعه، بلادنا شابه وزينه وكبيره. انا رايحين شوفوا راكم ماشيين معنا في الطريق، نوريكم وين رحت. ما كاشو خوتاتي، ما كاش كيما الطبيعه، لينا اتاي صحراوي وشويه قفريط ونقعدو في الطبيعه نشوفوها. ما كاش كيما خرجت الطبيعه على طابله تاع الاشجار. بصحتكم اتاي معايا تحبيسه معايا.
شوفوا اخواتي خلاص، شوفوا كملنا التحويسه مع ماما، وان شاء الله راح يعجبتكم التحويسه مع الواد والجبال والاشجار والطبيعه. وان شاء الله ما تنساوش تفعلوا الجرس وديروا لايك وديروا سبسكرايب، ان شاء الله يوصلكم اي جديد. بالسلامه اخواتي.